السلام عليكم. دونك رجعنا للبارتي الثانية من ليكزارسيس انتجرال اي فونكسيون ريسيبروك. دونك هما باش يكونوا عندنا برشا ليكزارسيسات انتجرال فونكسيون ريسيبروك. يا سيدي، دونك احنا خدمنا في البارتي الاولى، خدمنا الان والدو، خرجنا الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا، امورنا واضحة اوكي ولا لا؟ دونك الفونكسيون ريسيبروك نتاعنا هي هذه. اي لحظة، بس هو اكسبليسيتي دونك باش نحط في كادر، نحطو في ليطان. دونك هذه نوتر فونكسيون ريسبروك، وهذه نوتر ديري، نوتر ديري بي. دونك سا سي نوتر ديري، دونك سا سي نوتر ديري ديري بي اوكي. وهذه نوتر فونكسيون فونكسيون اف. دونك كل شيء موجود عندنا لهنا، واضح؟ توا شاب باش نمشيو للكيستيون نيمرو 3. دونك في الكيستيون نيمرو 3 اش عطاني؟ عطاني سوا اف لا فونكسيون ديفيني سير 0 بي سير دي. دونك بور توت اكس ابارتيان ا كوا؟ ا 0 بي سير دي اوفير بي سير دي. انا اف دي اكس، سا سي نوتر غروند اف دي اكس، هي شنيا؟ هي الانتجرال entre 0 tangente x pour être égal de t au carré sur 1 plus t au carré, 1 plus t au carré de t. Ok, c'est notre fonction. Madame la fonction tan, elle est née, fait pas l'intégrale, donc elle est intégrable. Donc cette x t au carré sur 1 plus t au carré, donc elle est continue. Première question. قال مونتري كي اف ديريفابل سير 0 بي سير دي يكالكيلي اف بريم دي اكس. تذكر توا هنا بالنوتر فورميل، معناها كي يبدا عندنا ان انتجرال دي ا وجي دي اكس، يعني دي 0 وجي دي اكس دي 0 هنا، دينا بيتيت فونكسيون اف دي تي دي تي. هذه اي ديريفابل، سيت فونكسيون اي ديريفابل، اي ديريفابل سي سيلمون سي. اول حاجه لازم تكون جي شبه ديريفابل في الانترفال نتاعنا، لازم تكون جي اي ديريفابل، اي ديريفابل بور توت اكس ابارتيان ان انترفال اي اوكي ولا لا؟ ديريفابل سير اي، ناخذها هنا مثلا في الاي، ديريفابل سير اي. سي سالمون سي جي اي ديريفابل كلك سوا اكس ابارتيان اي، اي لازم تكون الفونكسيون نتاعنا الاف نتاعنا اي كونتيني، اي كونتيني سير جي دي، جي دي اي، يعني الانترفال ايماج دي، الانترفال ايماج دي اي بار لا فونكسيون جي، جي دي اي. اي بطبيعة الحال هنا هذيك مادام هي ديريفابل اي بور توت اكس ابارتيان اي، سات انتجرال ديريفي دي سات انتجرال، يعني الانتجرال دي زيرو دي جي دي اكس دي اف دي تي دي تي، الديريفي بتاعها هو ايجالا جي في فير لا ديريفي دي جي بريم دي اكس، يعني ديريفي دي جي جي بريم دي اكس فوا اف دي جي دي جي دي اكس. هنا منك علاش احنا رانا قلنا لازم تكون الاف كونتيني في جي دي اكس، ومنك علاش لازمنا قلنا انه جي ديريفابل في الاي اوكي ولا لا؟ باش نجم نعمل الديريفي دي جي لازم تكون الجي ديريفا، باش نابليك الاف على جي دي اكس لازم تكون الاف كونتيني في جي دي، في جي دي اكس، واضح ولا لا؟ وبيان ديفيني في جي دي، في جي دي اكس. دونك باش نطبقوا القاعده نتاعنا هذيك، باش نطبقها، باش نطبقها على شكون؟ على باش نطبقها القاعده هذه على نوتري فونكس فونكسيون اوكي ولا لا؟ باه باش ناخذ الفونكسيون تاعنا غرون تيف ونبينها. هاي سيدي، دونك حنا اش عندنا؟ جي تمثل شنو؟ تمثل الطونجونت هيك ولا لا؟ دونك اكس كي اسوسي طونجونت اكس شبه اي ديريفابل، ديريفابل دابري الكور بطبيعه الحال هي في الديريفابل سير 0 بي سير دي. دونك هنا دابري الكور اللي ديريفابل في الاير بريفي دي بي سير دي بيس دي كابي و موان بي سير دي بيس دي كابي، دونك و زيرو بي سير دي هذاك موجود اللي هو انكلي في الاير بريفي دي بي سير دي بليس دي كابي، ولا بي سير
بي سور دي بليس كابي. واضح ولا لا؟ دونك سيت انترفال انكلي في الاير بريفي دي بي سور دي بليس كابي، دونك التانجون اكس نتاعنا الي ديريفابل، دونك الي بيان ديريفابل. اي باش نحسبوا ليماج دي سيت انترفال، ليماج دي الانترفال 0 بي سور دي بار كوا؟ بار سا نوتر تانجونت. واضح ولا لا؟ دونك لهنا بون باش نسميها لهنا هذيك سوا مثلا سماها اتش دي اكس ولا جي دي اكس ولا اللي هو مثلا جي دي اكس. جي دي اكس ايغال ا تانجونت اكس اي ديريفابل سير كذا وكذا. دونك جي في فير كالكيلي جي دي زيرو بي سور دي. دونك جي دي زيرو بي سور دي نعرفوا انو تانجونت اكس اللي كومون اللي ديريفابل والديريف نتاعها سي ان بلس تانجونت كاري دي اكس، دونك اللي ستريكتومون كروسون جي دي زيرو بي سور دي. دونك هي ايغال كوا؟ سي جي دي زيرو، جي دي زيرو معناها جي في ابليكي جي دي زيرو جي دي زيرو ولهنا لا ليميت لورسكي اكس تون فير بي سور دو موا تي جي دي تي جي دي اكس. اوكي ولا لا؟ دونك لهنا كي نحسبوا جي دي زيرو كومبيان تانجون زيرو سي زيرو و ليميت لورسكي اكس تون فير بي سور دو موا تي جي دي اكس سي سي بليس لانفيني سي بليس لانفيني. دونك اش عملنا احنا؟ عملنا ليماج دي الانترفال جي دي اي هذا تيك جي دي زيرو بي سور دي لقيناه زيرو بليس لانفيني. نوتر فونكسيون اور x qui as ou bien t qui associe t au carré sur 1 plus t au carré, je sais pas, cette fonction est continue sur quoi? Sur 0 plus l'infini, c'est très simple. Continue sur 0 plus l'infini, plus l'infini. Donc, je sais bien, cette fonction, notre g, je sais pas, donc cette fonction tangente est dérivable, ou bien, t est associé et continue sur l'intervalle. L'intervalle image. Donc finalement, je n'ai pas de ainsi. Donc, ainsi, notre grand f dx est dérivable sur quoi? Sur 0 pi sur 2. Et premièrement, et pour tout x appartient à 0 pi sur 2, hein? N'est-ce pas dérivé? Simple. قلنا كيفاش نحسبها؟ نحسبها بالطريقه هذه، يعني جي بريم دي اكس انا قال ايكالكيلي اف بريم دي دي اكس. دونك جاوبنا على السؤال الاول، اف بريم دي اكس ايغال كوا؟ دونك يجو نحسبها اف بريم دي اكس ايغال جي في فير لا ديريفي دي كوا؟ دي تانجونت اكس اللي هي تانجونت اكس لي تو بريم فوا جي في رومبلاسي توا تي باش بتانجونت اكس. دونك فوا تانجونت carré dx sur 1 plus tangente carré dx. Ben, égal à combien? Tangente prime dx, tangente dx prime, il y a 1 plus tangente carré dx. Alors, voilà, voilà, fois tangente carré dx sur 1 plus tangente carré de x. Je vais simplifier par tangente carré, tangente carré. Donc, je peux statiner. Je peux statiner. Il y a tangente carré de x. OK, voilà. Là. Donc, c'est notre dérivé. OK. Donc, là, je vais revenir à la formule. La formule, c'est yani, حسب البروغرام تاع سنين normalement. عطول التلامذة يعني ديفينيسيون دي زيرو اكس اف دي تي دي تي. اوكي ولا لا؟ لكن راهي هذه كان على تعتبر سين فونكسيون كومبوزي، يعني نجم يجيب لك حاجه لهنا هيك كوم كوا انو فونكسيون كومبوزي. اوكي اش معناتها هذا؟ كلامي هذا اش معناه؟ هاي تنفسر تو التلامذة اش معناها كلام؟ لو فما برشا تلامذة تقولوا لي لا هذه مش موجوده وسي ونحا ولا مش عارف ولا يعني. باش نعطيكم كيفاش علاش حكيت هيك انا. معناها هو الفورميل هي شو يقول لنا؟ هو يقول لنا انه اف دي اكس ايغالا سي لانتيغرال اونتر 0 اكس اف دي تي دي تي. اوكي ولا لا؟ و اي اف بريم دي اكس ايغالا كومبيان؟ اف بريم دي اكس هي اف دي بيتيت اف دي اكس. يعني اني لهنا كي باش نجي نحاول نخدمها هذه، لو فرضنا اني جيت اعطيتك ان فونكسيون هاش دي اكس، اني نحكي على هذه وجيت اعطيتك ان فونكسيون هاش دي اكس، هي شنو؟ هي لانتيغرال اونتر 0 مثلا جي دي اكس دي اف دي تي دي تي. يعني هي في الاصل هذه كي نعطيك ان فونكسيون اف هذو ونجي نعطيك ان الفونكسيون هاش كاين على هي شنو؟ هي اف دي جي دي اكس. هكا ولا لا؟ كاين على هي فونكسيون اف دي جي دي اكس.
وكينا باش نحسب بين الديريفي تاو دي هاش بريم دي اكس، معناها هذا كي باش نحسب بين الديريفي دي هاش بريم دي اكس، معناها اعتبارا اني اش عملت، عملت لا ديريفي دي سيت فونكسيون اف دي جي دي دي جي دي اكس. اوكي ولا لا؟ وكي نجي نحكي لهنا على اف دي جي دي اكس بريم، اش معناها؟ معناها راه هذه باش تعطينا جي بريم دي اكس فوا الديريفي دي اف شنو هي؟ ما بيتي تيف ولا لا؟ بيتي تيف دي جي دي جي دي اكس. نكون رجعت لهنا، رجعت للفورميل هذا، يعني نجم البروف مثلا انتم قريتوا هذه بركه، يعني نعطيكم هنا، اعطيتكم هذه تك بركه، يعني البروف قراكم هذه بركه، ها يجي يخدم لك في اكزرسيس يعطيها لك كومبوزي، يعني نجم نعتبرها كان على فونكسيون كومبوزي، ونقول لكم قريتوا الفونكسيون كومبوزي، واضح ولا لا؟ يعني جيست هذه ملاحظه حبيت نسوقها معناها في الـ في الشابيتر هذاك، يعني في الشابيتر، اوكي؟ باي سيدي دونك نكملوا على رواحنا احنا نوتري الكيستيون. دونك الكيستيون اه سي جاوبنا عليه نورمالمون، يعني هنا ايش قال لنا؟ قال لنا كالكيلي اف بريم دي اكس، حسبنا الاف بريم دي اكس نتاعنا لقيناها ايجالا كومبيان؟ ايجالا تانجونت كاري دي كاشوت كاري دي اكس. باي سيدي دونك نمشوا للكيستيون اللي بعد. الكيستيون اللي بعد شنو هو قال؟ تتصور معناها مفهومه، يعني عند التلميذ يعني تو ينجم معناها يفهم التلميذ الكيستيون هذا كيفاش ينجم يجاوب عليها. اذا فما حاجه ماهيش مفهومه وكالعاده ونعاود ونذكر التلامذة، حاول انك انت تختم، اختم الاكزرزيس، واذا حاجه ما فهمتهاش انك تحاول تعاود وتقرا هيك الفيديو تو بشوي بشوي تفهمها. اوكي حاول لماكسيموم اني نخدم بشوي بشوي باش تلام على الاقل يستوعبوا الحكايه. بي تي بي ان شاء الله تكون المعلومه توصل ان شاء الله. اون دي دوير كي كلك سوا اكس كيستيون بي تي بي اون دي دوير كي كلك سوا اكس ابارتي ا زيرو بي سير دي اف دي اكس ايجال تانجونت اكس موان اكس. منطقيا اون دي دوير معناها لازم نمشي للسؤال اللي قبله. باهي في السؤال اللي قبله اش بينا احنا؟ كاسكو قلنا؟ قلنا اف بريم دي اكس ايجال كومبيان؟ هي ايجال ا تانجونت كاري دي اكس. هو قال لك اون دوير كي كلك سوا اكس معناها باش نحسب الاف دي اكس، يعني من اف بريم باش نرجع للاف اش يلزمني نعمل؟ سي نعمل بريميتيف سي ولا لا؟ هذه معروفه، يعني من الديريفي باش نرجع للفونكسيون لازمني نعمل بريميتيف. دونك كيفاش نجم نوصل نعمل البريميتيف؟ معناتها اف دي اكس اش تمثل هي بالنسبه لينا؟ بالنسبه لينا هي بريميتيف دي كوا؟ بريميتيف دي اف بريم دي اكس. اوكي ولا لا؟ نسوقها في شكل شيما معناها باش نحاول نعطي فيها لتلامذتي معناتها لهنا. الشيما هي هذه بالذات، يعني اني كتبنا عندي، عندي لهنا جرونت اف وعندي لهنا بيتي تيف وعندي لهنا اف بري. اوكي فما سونس هو باش نمشي به، يعني من الاف للبيتي تيف اش نعمل؟ نعمل ديريفي، يعني السونس هذاك. ومن الاف للاف بريم بطبيعتها باش نعمل ديريفي. لو كيبدا عندي ديريفي باش نرجع للفونكسيون تاعي اف اش نعمل؟ نعمل بريميتيف. ومن الاف باش نرجع للجروند اف دونك نعمل بريميتيف. يعني اني في الاصل كي يبدا عندي الديريفي باش نرجع للفونكسيون تاع اش نعمل؟ بريميتيف. وكي تبدا عندي البريميتيف باش نعمل باش نرجع للفونكسيون دونك راني لازمني نلقى بيتي، يعني نعمل الديريفي باش نتحصل على البيتي تيف. دونك هذه الاف هذيك هي بريميتيف دي بيتي تيف. اوكي دونك هذه نتصورها الشيما هذيك نجم تسهل لك برشا حاجات. اش معنى عندي اني اف بريم دي اكس ايجال تانجونت كاري دي اكس؟ دونك الاف هي بريميتيف دي بيتي دي اف بريم، ديزولي الاف هي بريميتيف دي اف اف بريم لهنا. دونك اف هي قلنا بريميتيف دي كوا؟ دي كرونت اف. بون باش ما يدخلوش بعضهم ويفرقوا حتى يقولوا لي شنو مدخل الاف في الحكايه معنا. اوكي سهله. دونك هي راهي دي كرونت اف اف بريم دي اكس، معناها ان اف بريم دي اكس ايجال تانجونت كاري دي اكس. بون هنا باش نخرج البريميتيف دي، كان عليه باش نخرج البريميتيف دي تانجونت كاري دي اكس. بون ان التانجونت كاري دي اكس هذاتك منشوف فيه كان فيه شنو هي؟ انه نعرفوا انه لا ديريفي دي تانجونت اكس، يعني شوفها كان في الديريفي دي تانجونت اكس هي شنو هي؟ ان بليس تانجونت كاري دي اكس. لكن هنا عندي كان جيست تانجونت كاري دي اكس، دونك يظهر لي خادمين عليها برشا تلامذة يخدموا عليها هذه. عندي طنجونت كاري دي اكس شنو ناقصني على باش نتحصل معناتها على الديريفي نتاع الطنجونت؟ ناقصني الان. دونك تو سامبلومون اش نعمل؟ نزيد ان والناحي والناحي ان. دونك لهنا اش عندي؟ عندي اف بريم دي اكس ايجال كوا؟ ايجال ا طنجونت
كاري دي اكس اللي هي نفسها زد. كان يزيد تا معناها باش يزيد ان بليس طونجونت كاري دي اكس مادام يزيد تا اش نعمل ناحية ان ناحية ان معناها اش معناها معناها هذه تك هي ديريفي دي كوا هذا ايكيفو كوا انه الاف دي اكس دونك البريميتيف نتاعها شنو شنو البريميتيف دي ان بليس طونجونت كاري دي اكس هي طونجونت اكس وشنو هي البريميتيف دي ان سي اكس دونك سي موا موان اكس لكن ما تنسوش راه في البريميتيف يلزمني ان كونس كونستانت اوكي ولا لا توا شنو هي بعد يلزمني نخرج الكونستانت جيس ناخذ الكونديسيون معناها اني كي نلقى هنا الانتجرال دي زيرو طونجونت اكس معناها اش معناها سات انتجرال ديزوري من زيرو دونك اني مادام لي عندي خاصة كي باش تركزوا على الكونستانت ركزوا على الكونستانت اللي عندنا في البورن لهني اللي هو زيرو يعني تو سامبلومون جي نحسب اف دي زي اف دي زيرو ايغال اف دي زيرو ايغال اكوا سي الانتجرال اونتر زيرو طونجونت زيرو هيكا ولا لا طونجونت زيرو دي تي او كاري سير ان بليس تي او كاري دي تي طونجونت دي زيرو هذه قداش سي زيرو دونك هي باش يجينا الانتجرال من زيرو زيرو دي تي او كاري سير ان بليس طونجونت بليس تي او كاري دي تي دونك نعرفوا انه الانتجرال يبدا نفس البورن معناها عندهم نفس ال يعني يخرج من نفس عدد الانتجرال في اللي بورن نفس العدد معناها راهو اوتوماتيكمون ايجال ا زيرو اور كي نجيو نحسبوا اف دي زيرو اللي هو باش ترى اللي هو شنو كي نحسبها بهذه تو الاف دي زيرو دونك هي طونجونت زيرو موان زيرو بليس سي طونجونت زيرو قلنا زيرو دونك باش تعطينا هذه اوتوماتيكمون سي اذا تعطينا سي ايجال ا زيرو دونك انسي جراند اف دي اكس ايجال ا كومبيان سي طونجونت اكس طونجونت اكس موان موان اكس دونك هذه نوتري فونكسيون اف جراند اف دي اكس اوكي ونكونوا لهنا جاوبنا على السؤال نتاع ردوا بالكم يعني فما فازه نتاع بريميتيف هذيك بريميتيف برشا عباد معناها كي يبدا يقرا في الانتجرال يقول راك تتنحى الكونستانت لك لهنا كان تلاحظوا استعملنا الكونستانت في خاطر اني باش نخرج من الاف بريم باش نمشي للبيتي بيتي تي اوكي ولا لا نتصور ان شاء الله تكون معناتها الافاده وصلت بالنسبه للكيستيون هذيك اوكي رجعنا بينا بطبيعتنا الانتجرال وطبقنا فيه البريميتيف واضح تو باش نمشيو تو ليكزرسي الكيستيون اللي بعد اللي هو كيستيون 4 دونك في الكيستيون 4 توا يا سيدي عطانا دي كورب باهي لهنا في الكيستيون كادري باش نحاول نكبر شوية الشيما اش عطانا عطانا اون دون سي كونتري لا كورب سي دي اف عطانا ان كورب سي دي اف الكورب نتاعنا هذاك دونك عطانا الكورب سي دي اف سا نوتري كور دونك تلاحظوا هذيك نوتري كور بس سي دي اف هاي سي دي الكورب نتاعنا هذا شنو فيه هذا سي نوتري كور نكبر فيه باش نحاول نخدم عليه الاكزرسيس نتاعنا اوكي هاي سنسين اش قال لنا الكورب سي دي اف هذاتك الكورب سي دي اف قال لنا هو فيه عندنا هنا عندهم لا كورب دي اف ولا كورب دي اف ومازان كورب دي اف ومازان هذا البوانتي النقط لي كورب ريسبكتيف دي اف ومازان اون نوت ا لير دي لا بارتي دي دو بلان ليميتي بار لا كورب دي اف
Ici, f moins 1, elle est droite. X égale à 0, x égale à 1. Donc, là, je vais assurer mon angle, assurer notre R hérétique D et montrer que R égale à cette intégrale. Ben, donc, je vais assurer mon courbe. يعني باش نعمل اشيري دونك ها هي البارتي اللي نحكي عليها لهنا يعني دونك هو اكس ايجالا 0 و اكس ايجالا 1 دونك البارتي هذه وثم البارتي هذه يعني كي اخترنا اكس ايجالا 1 و اكس ايجالا اكس ايجالا 1 و اكس ايجالا 0 دونك هذه تيك باه دونك هذه x égale à 1 و x égale à 0 بطبيعة الحال وعندنا لا كوربة لا كوربة سي دي اف معناها هو البارتي هذيك يعني كي نجي نعمل لونة دونك هو البارتي هذي من الكوربة نتاعنا اوكي ولا لا دونك هذا البارتي هذيك بالضبط دونك هذه نوتري نوتريكو هو قال ما قالش لون معناتها قال اشيري دونك هذه هي نوتريكو اوكي ولا نوتري دي ديزولي دونك هذه الدي بتاعنا قال هذا عملنا لها اشيري عرفنا تو البارتي دي بتاعنا شنو هي انا لاكور معناتها اكس ايجالا 0 هذا اكس ايجالا 0 هذا اكس ايجالا ا ولهنا لاكور بي سي دي اف ولاكور بي سي دي اف موان زان باهي سيدي دونك Ça, c'est notre courbe. Tawa. Et hier, la chire, elle s'arrête. Donc, on a la partie hérétique. Ah, c'est. Tawa. Donc, on a la partie de la chire. Ah, hier, la partie hérétique. Juste, on a la chire. لاحظوا حاجة دونك هذه نوتري كور نوتري دي ثم اي مونتري كي ا ايجال ا موا 4 الانتجرال دي ان 0 دي اكس او كاري سير ان بلس اكس او كاري دي اكس هاي لهنا اني نحب نوضح حاجة معناها اني باش نعطي ديفينيسيون دونك هذه دي ولا لا دونك دي بتاعنا هذه دابري الكور دابري الكور معناها شنو هي الديفينيسيون بتاعها هي ماستينير ولا لا دونك الانتجرال نوتري كوا كوا اونتري 0 و 1 Valeur absolue de quoi? Df dx moins f de moins 1 dx. Dx. C'est notre par définition. Égal. Donc, là, nous allons voir que la courbe CDF au-dessus de la courbe CDF au moins 1. Yani, il y a un fog CDF au moins 1. Donc, cette différence est comment? Positif, voilà. Là. Donc, là, nous allons voir l'intégrale entre 0 et 1. Nous allons voir la parenthèse. F dx moins f de moins 1 dx dx. Ah, c'est bah. Donc, là, on a une fonction. Donc, quand tu vois le résultat, chabab, juste pour que nous puissions un schéma, juste pour que nous puissions un peu l'exercice. Je vois l'exercice, c'est mais c'est f moins 1 dx, voilà. Là. Donc, c'est f moins 1 dx. Très. Donc, ça, c'est notre f moins 1 dx. OK. Bye. Donc ça c'est f moins 1 dx. يعني الريزلتاج شنو فيها؟ فيها راهي الاف موز 1 دو dx. منطقي انا دونك ان اف موز 1 dx هذه عندي. معناها انا نجم نقسم هذاك الانتجرال على اثنين. يعني الانتجرال اونتر 0 و 1 دي كوا؟ دي اف dx. dx moins l'intégrale entre 0 et 1 f moins 1 dx dx. لهنا اني تحصلت توني مثلا باش نتحصل على هذه لكن الاشكاليه وين؟ في الكاتر. برا يا سيدي نكمل ترى باش نقسمها باش نعمل كذا نتحصل على هذه لكن الكاتري والان والاف دي اكس وين مشيت بعد كل شيء دونك لهنا راهي الخدمه ماهيش باش تكون بالطريقه هذه دونك هنا كالكيل معناها ديريكت يعني صحيح استعملت الديفينيسيون دي لانتيغرال استعملت هذه الديفينيسيون دي لانتيغرال
هكا ولا لا؟ سمعت الديفينيسيون ديال الانتغرال، جيت خدمت هذيتك، اوكي ولا لا؟ لكن فما حاجه بلزمنا نلاحظها، هو قال اشيري نوتري بارتي، يعني كي جيت نعمل في الاشير دي نوتري بارتي لو ريزلتا في اف موازان دي اكس، كي نجي نشوف ان البارتي هذه بحد ذاتها هي شنية، كان تلاحظوا انه البارتي هذه هي فما حد ما بيناتهم، ويعني كي ناخذوا احنا جيست الاف دي اكس يعني هي كان عليها البارتي هذه، البارتي من هنا ما تنسوش انه تي والبارتي هذه تيك يعني سي كيف كيف، يعني البارتي هذه المكونه بالازرق يعني اللي عملها تو بالازرق هي نفسها البارتي الموجوده بالابيض. اوكي ولا لا؟ اش معناها هي نفسها موجوده بالابيض؟ علاش عملت اشيري للبارتي الزرقاني مثلا تو هيك؟ بكري عرفنا عملنا اشيري للدي كام، لكن اني البارتي هذيك الزرقاء هذيك بركه اللي عملت لها اشير، علاش؟ باش نعرف انه راهو الدي بحد ذاتها هي شنية زادة؟ هي دي فوا كوا؟ دي فوا سيت بارتي ولا لا؟ البارتي هذه هي شنية ليميتي بار كوا؟ ليميتي بار زيرو و ان، نيس با؟ يعني ما بين الاكس يقال زيرو واليكريك يقال الاكس يقال ان وزيرو. وشكون اخر؟ ولا كورب نتاع اف موازان دي اكس، يعني فالور ابسولي دي اف موازان دي اكس. اي وشكون اخر؟ والدروات هذا هو الدروات شكون؟ دروات دي تي اللي هو موا اكس ديز اكس. تو ما دام احنا عملنا اشيري لستك كنلاحظوا الفالور ابسولي دي هذه دي اف موانزان دي اكس موانز اكس، كنشوفوا تي والسي اف موانزان شكون اوديسي وشكون اوديسو، يعني تي هو اوديسي هيك ولا لا؟ دونك سيت ديفيرونس باش يكون نيجاتيف، دونك لازم نعمل اون فالور ابسولي معناها باش يتقلب باش يولي الانتجرال اونتر زيرو ان اكس موا اف موانزان دي اكس دي اكس. يعني شفت المره الاولى كي عملنا حسبنا بالاف اوف دي اكس وموا اف دو موانزان دي اكس لهنا وقسمناهم لديز انتجرال، معناها في الاخر ما نوصلوش لحتى نتيجه. لهذا اذا انا ما عنديش باش نوصل حتى نتيجه منطقيا لازمني نرجع للشيما، ويطيح برشا السؤال هذا تكره. يعني نجي نشوف الشيما بتاعي، كان تلاحظوا راه ديما دوبل، وعلى وكي يبدا خاصه الكورب، يعني نحكي على حاجه ما بين لي دي كورب، كورب دي اف والكورب دي اف موانزان، ديما خمموا في حكايه الدوبل هذه دي فوا. اوكي ولا لا؟ واضح. دونك لهنا اش باش تعطينا فينالمون؟ فينالمون كي باش نجي نعمل كالكيل، لا يا سيدي ما ينجمو نقسمو هذا، دونك هذا دي فوا الانتجرال دي زيرو ان دي اكس دي اكس موا لان دي فوا الانتجرال اونتر زيرو ان دي اف موانزان دي اكس دي اكس. دونك هذا ايغال كومبيان؟ ترا كان تلاحظوا دي فوا الانتجرال دي زيرو ان اكس دي اكس موان دي الانتجرال دي زيرو ان دي اف موانزان دي اكس دي اكس. هذه هي شنية؟ هذه باش تعطينا دي فاكتور شنو؟ يعني بريميتيف دي اكس هي ان دي مي اكس او كاري اونتر كوا اونتر زيرو والان. دونك هذه باش تعطينا كومبيان؟ موا هذه دي فوا كوا؟ كان تلاحظوا هذه تيك دي فوا الانتجرال نتاع دي اكس او كاري سير ان بلس اكس او كاري، تو نكتبها الانتجرال اونتر زيرو ان دي اكس او كاري سير 1 بلس x او كاري دي دي اكس، وهذه ايجالا كومبيان ترى؟ دونك هذيك ايجالا كان نجو نلاحظها باش نقول هنا 0 1 دونك تي فوا ان دي مي باش تعطينا، باش نبدلو بالان دونك باش تعطينا ان دي مي فوا دي باش تعطيني ان، كي نبدلو بالزيرو باش تعطيكم زيرو، دونك سا سي ان موا بدي هذي تنجم تخرج لبرا هي 4 الانتيغرال اونتر 0 و 1 دي اكس او كاري سير 1 plus x au carré de dx. Finalement, لقينا الريزلتات، الريزلتات نتاعنا، يعني عملنا لهنا مقاربة ما بين الكورو وما بين نوتري انتجرال. اوكي ولا لا؟ باهي يا سيدي، دونك مادامنا جاوبنا على الكيستيون هذيك، حاولوا نجاوبوا توا على الكيستيون اللي بعده واللي هو الكيستيون الأخرانية. دونك باش نحاول نجاوب على الكيستيون الأخرانية. الكيسيون الاخراني شي يقول بعد ما فسخ بطبيعة الحال هذا كله، حبيت نقول نوصل تلمذة من السؤال هذاتك، رانا نجمو نعملو الانتجرال باستعمال الشيء الشيما، لهذا ديما ثبتوا راهو فما ساعات ديزانتجرال، خاصة كي يبدا فما علاقة الانتجرال هذاتك ستين اير كالكيل دير معناها ما بين الاف موانزان والاف، اوكي. دونك كالكيلي الور لا فالور دي ا، دونك احنا لقيناها الفالور دي ا هذيك اللي هي شنية؟ يعني الار بتاعنا اللي هي شنية؟ لا ال ا هي شنية؟ هي ا موا 4 فوا الانتجرال من 0 ان دي اكس او كاري سير ان بليس اكس او كاري دي اكس.
يعني يا زلمه قال معناه اعمل لي كالكيوليت. طب يعني الزلمه يشوف هذا الجو هذا تيك وين بالضبط. كي رجعت للاكزرسيس هذه راهي هي اف موزون دي اكس، دونك اف موزون دي اكس ما نجمش نخرج لها بريميتيف ديريكت هذيك. لكن كي يجي نشوف من بعد اش عملت خدمت الاكزرسيس هذا التروازيام مو الاكزرسيس التروازيام كان تلاحظوا هو هذا. احنا اش عندنا؟ احنا عندنا اف دي اكس ايجال اكوا سي لانتيغرال اونتر زيرو تانجون تي اكس. يعني احنا كي نجيو نخدموا اكزرسيس يعني كل شيء تحس فما علاقه ببعضها. معناها علاش حسب هيك وعلاش عطانا هيك؟ لازم ديما التلميذ يسال علاش سال نفسه. دونك هذه تيك هيك هكا ولا لا؟ كان تلاحظوا هذه تي وكاري سير ان بلس تي وكاري، وهذه تيك اكس وكاري سير ان بلس اكس وكار وكاري. اوكي ولا لا؟ دونك هذه لهنا هي شنو هي بحد ذاتها؟ هي قلنا راه هي تانجون تي اكس، تانجون تي اكس هما موانز اكس. باهي تو سامبلومون نحب نفهم الحكايه هذه. معناها اني كي نجي نعمل الانتجرال، الانتجرال دي زيرو ان دي اكس وكاري سير ان بلس اكس وكاري دي اكس، كاين عليها اني جي في رومبلاسي لهنا تانجون اكس يعني باش تحصلت يعني كاين عليها رومبلاسي تانجون اكس بالان. بون تانجون اكس بالان اش معناها؟ معناها جي في شونجي تانجون اكس بالان. نوضح يعني كي جو نعملوا علاقه مع بعضهم. دونك هذه سي تانجون اكس باش بدلتها، بدلتها بالان. معناها اني كي نقولوا تانجون اكس بدلتها بالان معناها تانجون اكس ايجال ان، معناها الاكس ايجال كومبيان؟ الاكس بي سيركا بيس الكاتر. دونك اني شانجيت الاكس بالان، ما تنسوش تانجونت اكس هي بيس الكاتر بحكم انه الاكس موجوده في الزيرو بيس دي، يعني باش تكون زيرو بيس دي ما تكون كان بيس الكاتر. اوكي ولا لا؟ معناها اني كي نقولوا عملت شانجمون دي تانجونت اكس بار ان، يعني كان عليا شانجيت الاكس باش بالبيس الكاتر. يعني لهنا جي في رومبلاسي الاكس هذه باش، جي في رومبلاسي الاكس هذيك بالبيس بي سير 4. معناها هذا الانتجرال هذاك هو اف دي كوا دي بي سير دي بي سير 4، وهو اف دي بي سير 4. دونك عندي هنا العلاقه، دونك نجم نتخلص من الانتجرال هذا ونمشي للكالكيل. دونك هو تانجونت بي سير 4 موا بي سير 4. اوكي ولا لا؟ صور مفهوم. يعني تو سامبلومون كي رجعت انا للريلاسيون هذيك الانتجرال هذا لقيته هو راهو يشبه للاف دي اكس، لكن في بلاصه التانجونت اكس اش حطيت؟ ان. دونك شرشيت على الاكس نتاعي قداش لقيتها هي بي سير 4، سامبلومون عملت شانجمون لهنا. دونك هي دونك سيت انتجرال هو تانجونت دي بي سير 4 موان بي سير 4. انسي تو باش نجو نحسبوا، انسي نوتري ا الار نتاعنا هذه كاش تساوي هي ا موان 4 فوا كوا تانجونت بي سير 4 tangente pi sur 4 moins pi sur 4. Donc égal à combien? 1 moins 4. Donc il y a 1 moins 4. Tangente pi sur 4 c'est 1. Donc moins 4. Ou moins 4 fois moins pi sur 4. Donc plus pi. Ainsi, pi moins 3 en unité d. OK? Donc c'est pi moins 3 en unité d. هذا بالنسبة لنا احنا ال أ في الأخير. كي نجيو نشوفوا الإكزرسيس هذا على شنو خدمنا فيه؟ خدمنا فيه ال ديريفابيليتي أون ريال أون انتربريتاسيون جرافيك، خدمنا فيه الفونكسيون دو ديفي تابلو دي فارياسيون، خدمنا فيه معناتها لي تانجونت، خدمنا فيه البوزيسيون دو الانترفال، خدمنا فيه الفونكسيون يعني بيجيكسيون، خدمنا الفونكسيون بيجيكتيف، وخدمنا زاد عطانا ان انتجرال. خدمنا لما انا مونترينا كالي ديريفابل وخدمنا للديريفي. دونك لهنا خرجناه سوفون البريميتيف يعني ستيل هكا نتاع البريميتيف وقتها نخدمو يعطينا الديريفي ونخرجوا من الديريفي هي الفونكسيون تاعنا، وبطبيعه الحال عملنا كالكيل دو تيلا. يعني هو اكزرسيس كامل وشامل ينجم يجي في اي يعني في اي اكزاما. كي تجي تشوفوه راه تلقوه ماهوش صعيب، جست معناتها هو شنو كنتوا كل مره تاخذوا بارتي معينه بارتي معينه بارتي معينه تو طلعت لمدت لكم كل شيء في اكزرسيس واحد وكهو. لهذا نحب نقول انه المات راهو ما هوش يعني حاجه قريتها مثلا شابيتر قريتها انساه، لا تعودوا انه في المات راهو اي شابيتر تقرا راهو باش يفيدك في الشابيتر الجاي. وصلت قريتها كان على خاطر باش تفهم من الشابيتر الجاي فاش يحكي. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت والاستفاده وصلت إن شاء الله في حصص جايين. أوكي والسلام عليكم.